بسم الله وعلى بركة الله شواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ بميدان الساد. هو الشوط اللي أعلنت انطلاقته، شوطنا الثالث بالنسبة للصعوب. متمنين التوفيق والنجاح للجميع. إلى المقدمة نسير نتابع اللي قادة المسيرة الشاهينية، المنصور بن محمد بن عنودة العامري، تليها الشاهينية سالم بن محمد بن زرب العامري، نقله إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث، المركز الثالث يلي وصلت ما شاء الله تبارك الرحمن، دخولها مميز للغاية شواهين، محسن بن سعيد بن محسن العامري، شعار محمد بن عبد الله بن بدر على المركز الثالث ويتقدم بالشاهينية. محمد بن عبد الله بن بدر العامري المركز الرابع، المركز الرابع الشاهينية سالم بن محمد بن زرب العامري، وتليها لحمد بن محمد بن قرين على المركز الخامس. هكذا النداء، نعود مع شعار بن عنودة، مع شعار منصور بن محمد بن عنودة العامري، من أطلق الشاهينية، من سيطر بالشاهينية يلا مقدمة هذا الشوط. ها هي أمامكم الشاهينية تنفرد على الصدارة على مقدمة الشوط. الله يا بن بدر، محمد بن عبد الله بن بدر، يا مرحبا يا ابو بدر، من تقدم الشاهينية، اطلق الشاهينية على المركز الثاني. هناك ايضا محسن بن سعيد بن محسن ينطلق الى المركز الثالث، لكن الى المقدمة نعود الى منصور بن محمد بن عنودة العامري، من يقدم الشاهينية. زادت من السرعة، زادت من السرعة الشاهينية كتثبت الوجود بأنها هي صاحبة هذا الشوط. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن عنودة العامري، نهني على هذا الفوز، نهني على هذا الانتصار. تهانينا لمنصور بن محمد بن عنودة العامري، وسلام سلام يا ابو محمد، سلام على هذا الاداء اللي تقدم الشاهينية. المركز الثاني لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري، الثالثة المحسن بن سعيد بن محسن العامري. دقيقتين و19 ثانية توقيت الشاهينية لمنصور بن محمد بن عنودة العامري، نهني على هذا الفوز.